قبل احنا ضد باختصار الفايت مدتها ثلث ساعة ما في نقاط قوانين المسموح وغير المسموح على قوانين الحزام الأسود للاي بي جي ماشي طبعا اللي ما يشتغل راح اعطيه فتره من الوقت راح ياخذ فاول مره ثانيه بيريح فاول ثاني الثالثه اللي هو الفاول الثالث يطلع ماشي بالطبع يعتمد على المده ايه وبعدين كنت هي اصلا ترجع لتقديرات الحكم ان هل هذا يعني على قولكم مترقص حق تكنيك معين ولا يريح يبين ماشي طبعا في ساعه في ساعه من غير راحه ما فيها بريك ماشي
عليك وعليك. استعداداتنا طبعا احنا جاية ان شاء الله، احنا ترى مخلصين امس من بطولة العين الحمد لله، حققنا فيها ميدالية فضية عن طريق اللاعب محمد علي. استعداد القادم عندنا 9/10 عندنا بطولة بالكويت، بطولة طبعا نظام بدون بدلة، وان شاء الله عندنا بشهر واحد الجاي عندنا تصفيات اسيا بالكويت مؤهل حق كرة العالم في بضبط شهر 4. ان شاء الله الشباب ما شاء الله كل بطولة جاهزين بوقت حق البطولة. والله يعطيكم العافية.